إذن سوف نرى كيف يتم تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر، وكذلك هذا التيار المحصل عليه يتم به تغذية المحرك الكهربائي الذي يشتغل بتيار مستمر. إذن كيفما كتلاحظوا هنايا، دونك عندنا محول كهربائي 220 فولت إلى 2 فولت متناوبة، دونك الصمام قنطرة من الصمام الثنائي مكتف، دونك استعمال مكتف. إذن ريغولاتور دو تونسيون انتيغري، دونك مصباح ليد دو تيموان. إذن كيف ما كتلاحظوا المربط الموجب المربط السالب، إذن قمنا بتغذية المحرك الكهربائي الذي يحتوي على واشية ومغناطيس، دونك ان كونديكتور بلاسي دوز ان شون مغنيتيك بي دو اتر سومي ا اون فورس كون ابيل لا فورس دو لا بلاس. La force de la place. Donc, عندما نقوم بالضغط على الزر، دونك يمر التيار إلى الوشيعة، وبالتالي دوران المحرك. إذن كيفما كتلاحظوا دوران ديال المحرك. إذن سوف نقوم بعكس منح التيار، ثم ينعكس منح الدوران. إذن كما تلاحظون هنا